وللحديث أكثر عن التظاهرات التي تشهدها الناصرية اليوم رفضا لسياسات الحكومة وقواتها الأمنية القمعية ضد المتظاهرين، ينضم إلينا محمد الخياط الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من ساحة الحبوبي. أهلا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد محمد. حقيقة استجابة كبيرة من المتظاهرين لدعوة التظاهر اليوم ضد سياسة القوات الأمنية والميليشيات باستهداف الناشطين، هذا يؤدي بنا إلى سؤال: ما هي أو ما هو السبب الحقيقي وراء الاستجابة الكبيرة من قبل المتظاهرين لتلك الدعوة؟ شكرا جزيلا لكم. الحقيقة التظاهرات الناصرية مستمرة رغم القمع العفوي والعبوات الناسفة الليلية. بالأمس كان هناك استهداف للناشط الدكتور عبد الوهاب الحمداني في ساعة متأخرة من الليل، وهذه الحالة في الناصرية أصبحت شبه يومية، إن لم تكن يومية فهي شبه يومية، يعني لا يمر يوم أو ليلة إلا تكون هناك عبوة صوتية أو ناسفة أو رمانة يدوية على دار أحد المتظاهرين. هذا جانب. الجانب الآخر بأن زخم التظاهرات الناصرية متواصل ومستمر وكبير رغم القمع والاعتقالات والخطف وكل الأمور التي تحدث. اليوم حقيقة في الناصرية كانت هناك تظاهرة حاشدة خرج بها الآلاف هنا في ساحة الحبوب، وأنا كنت متواجد معهم، وهذا دليل واضح بأن التظاهرات الذين يحاولون قمع هذه التظاهرات لم ولن يفلحوا بذلك مطلقا، لكون الشعب عبر عن إرادته بكل قوة ضد هذه المنظومة السياسية الفاسدة. نحن لم نتحد التظاهر من أجل أن نكون شركاء معهم، خرجنا كمعارضة وطنية خالصة لهذه الممارسات ولهذا القتل الممنهج اليومي. وفي حديثك قبل لحظات تقول بأن الحكومة والميليشيات، نحن ننظر بأن الطرفان هم طرف واحد، هي الحكومة نتيجة طبيعية لهذه الميليشيات، والميليشيات هي التي توجه الحكومة وليس العكس. لذلك لا نأمل خيرا من هذه الحكومة سواء كان عبد الكاظمي على رأسها أو حيدر العبادي أو عبد المهدي أو غيره، هم نتاج هذه العملية، وإحنا خرجنا منذ عام 2011 ضد هذه العملية وضد هذه الممارسات وضد هذا الفساد والقتل والقمع وغيره. كل الذي يحدث الآن واضح أمام الرأي العام. نريد إيصال رسالة للجميع بأننا متظاهرون ضمن الدستور الذين هم كتبوه بالتعاون مع الأمريكان، مع بريمر الذي كان هو الحاكم مدين العراق. مع هذا ونحن نمارس حقنا الذين هم أقروه ولسنا نحن، وهم محاسبون. كيف لنا والبعض كما يقول بأن المتظاهرون هناك هم عملاء؟ نحن لست عملاء ولست تابعين لأي جهة، نحن نخرج من أجل بلدنا ومن أجل سرداد وطننا، وهو شعارنا الوحيد أو الأوحد، وهو نريد وطن، وهذا الذي خرجنا منه في 31 عام 2019. لذلك نحن مستمرون ولا تعنينا هذه الأمور. نقول ونوجه رسالة لكل من يحاول العبث مع المتظاهرين: الناصرية قوية، والناصرية رفضت، والناصرية هي أم الثورات، والناصرية لا تستسلم لا للقائد الفلاني ولا للسيد الفلاني ولا للشيخ الفلاني ولا للحج الفلاني. نحن مستمرون ولا يعنينا ماذا يقولون ولا تعنينا هذه الاتهامات. الذي لديه اتهام علينا إذا كان يمتلك الشجاعة عليه أن يقدمه، لا أن يقول هنا ويسرسر بعض الفضائيات ويتحدث بكلام فارغ لا معنى له. نعم أخي. نعم سيد محمد، يعني يبدو أن المتظاهرين فعلا كسروا حاجز الخوف بتظاهراتهم، ولكن ما هي العوامل الحقيقية التي ساعدتهم في هذا الصمود في وجه كل حملات القمع والاستهداف التي شهدناها؟ أخي العزيز، الحقيقة تظاهرات الحبوبي لها طابع خاص لا يختلف هو عن المحاورات الأخرى، ولكن الطابع الخاص الموجود في الحبوبي هو هناك جهة ميليشياوية كانت تتبع لمقتدى الصدر، وهذه الميليشيا هي سرايا السلام، حاولوا الهيمنة على ساحة الحبوبي، وهذه قضية معروفة للجميع. وحتى هذه العبوات التي تستهدف دور المواطنين أصابع الاتهام موجهة لهم. الحقيقة حاولوا قدر الإمكان أن تكون تظاهراتنا في ساحة الحبوبي تابعة لأوامرهم ولقياداتهم ولهذه الأسماء التي لا تعنينا حقيقة بشيء. نحن الزخم هو موجود، هو هذا الاندفاع الوطني
شباب ساحة الحبوب في الناصية دفاعهم حقيقة دفاع وطني لا علاقة لهم بأي جهة سياسية. هذه الجهة الحقيقة حاولت قدر الإمكان أن تدير هذه التظاهرات لها ولكنها لم تفلح، لذلك الشباب مصرون رغم القنوع وراء حقيقة. أكو قضية أخرى، كانت هذه الجهات الميليشياوية تقوم بعمليات حرق واستهداف ليلي ممنهج لساحات الحبوبي. عندما كانت رخيا في ساحة الحبوبي كان هناك قتل وكان هناك تفجير وكانت هناك رمانات يدوية. المتظاهرون بعدين عادوا إلى منازلهم استهدفوهم حتى في منازلهم. لدينا المئات من الشهداء ولدينا آلاف من الجرحى. يا أخي تصور كل هذا، وليسمع كل المشاهدين مشاهديكم الكرام، كل هذا القمع وكل هذا القتيل وكل هذا الخطف وكل هذا التفجير الليلي أو شبه الليلي، كل هذا يجي ولحد هذه اللحظة أنا أتحدث بها معك من الناصرية، لحد هذه الدقيقة لم يتم العثور أو إلقاء القبض على أي مجرم. هذا يعني بأن الأجهزة الحكومية هي متواطئة مع هذه الميليشيات أو هي تحت أمرة هذه الميليشيات حتى تكون الصورة واضحة. هي تأتمر، هي الأجهزة تأتمر بهذه الميليشيات، وإلا كيف يمكن للأجهزة الحكومية أن تعثر في يوم وليلة على قاتل وتكشف هذه الحقيقة إذا كانت القضية جنائية؟ ولماذا لا يتم العثور على كل هذه القتلة وهناك المئات أو العشرات من الشكاوى موجودة في محكمة استئناف الناصرية ضد القتلة وبالأسماء أيضا؟ كل هذا يعني كل هذا الذي يجري في الناصية ولا يتم القاء القبض على قاتل أو مجرم واحد. نعم سيد محمد، يعني هناك كما ذكرت هناك تحول فعلا نوعي من قبل الميليشيات باستخدام وسائل جديدة لربما مثل العبوات الناسفة واقتحام المنازل بغرض تصفية الناشطين. يعني ما هو سبب هذا التحول النوعي وكيف تراه، خاصة أن يعني الميليشيات منذ بداية الثورة استهدفت الناشطين ولكن لربما لم تكن تصرح بهويتها، ولكن الآن أصبح هناك تخوين للمتظاهرين؟ أخي العزيز، كانت هناك أكذوبة الطرف الثالث التي تم الإعلان عنها في ساحة التحرير، وأنا أيضا كنت في حينها في ساحة التحرير، وأيضا كنت أتواجد أحيانا في ساحة التحرير وبعض الساحات التظاهر الأخرى. كانت أكذوبة، الطرف الثالث هي أكذوبة، الطرف الثالث يعلن عن نفسه علنا ويصرح بتغريدات وغيره وتوصيات وكأنه هو لأمر المسلمين، وهذه مهزلة حقيقة بعض الطرف الثالث. هذا الطرف الثالث يعني ما أعرف هل هو جاء من أي، من السماء، من المريخ أو من مكان آخر. الطرف الثالث يعلن عن نفسه علنا، لكن لا أحد يستطيع التجرأ الوصول له. لذلك يا أخي العزيز، نحن هذه النقلة هم كل ما يحاولون أن يغيروا من أساليبهم. نحن أيضا لدينا أساليب أخرى، لدينا أساليب المواجهة ولدينا أساليب التصعيد السلمي ولدينا الاحتجاج ولدينا العصيان المدني ولدينا الحقيقة العديد. وهناك أيضا لقاءات ومؤتمرات على مستوى عالي سواء كانت في محافظة ذي قرى أو في محافظات أخرى. نحن أيضا لدينا أساليبنا الخاصة، لكن أساليبنا تختلف عنهم. لدينا أساليبنا السلمية التي نستطيع أن نواجههم بها، لأننا خرجنا من أجل إسقاطهم حقيقة. لأقول لك بصراحة، نحن خرجنا من أجل إسقاط هؤلاء الفاسدين وهؤلاء القتلة والمجرمين. لم نخرج بمطالب شخصية أو مطالب آنية أو مطالب خدمية أو غيرها. نحن نعرف بأن الخدمات شبه منتهية أو مسلولة ونعرف كل شيء، لكن هذا لا يأتي على حساب المواطن. حياة المواطن عندنا أغلى من كل هذه الخدمات. لذلك نحن نقول وليسمعوا هؤلاء القادة الفاسدين والفاسدين والقتلة أيضا والمجرمين بأن نحن لم نتراجع ولم نسكت. لدينا قضية وهي قضية وطننا الآن لا نشعر به بالأمان. يعني نحن في ساعات متأخرة من الليل نبقى سهرة لساعة متأخرة من الليل، وحراسات أيضا على منازلنا وعلى يعني حراسات شخصية منا، يعني نتحسب بهؤلاء. ما هذه حقيقة، قلت لك أغلب المتظاهرين يعني يحاولون أن يبقون لساعات متأخرة على شكل تجمعات أمام دورهم أو في مناطقهم السكنية حفاظا على أرواحهم وحفاظا على أطفالهم، خاصة وأن هذه العبوات الصوتية عبوات حقيقة تسبب ترويع الأطفال والعوائل، ويعني حقيقة يعني والمرضى والشيوخ كبار السن وغيره، خاصة تأتي في ساعات متأخرة من الليل رغم كل هذه الأساليب حقيقة. واليوم أعتقد بأنكم شاهدتم والجميع شاهد والعالم شاهد بأن ساحة الحبوب اليوم هناك الآلاف خرجوا إلى ساحة الحبوبي. وأيضا لدينا لقاء بعد يومين مع بعض الأخوة في المتظاهرين لتطوير هذه الحركة الاحتجاجية
ضمن الذي نشاهده، بالإضافة إلى هذا لدينا أيضا اتصالات وتنسيق مع الأخوة في المحافظات الأخرى، المحافظات العراقية، ونحاول أيضا تحريك بعض المناطق التي هناك فيها قد يكون الحركة لا يتناسب مع شكرا جزيلا لك محمد الخياط الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من ساحة الحبوبي، شكرا جزيلا لك.